السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعبة كولفينج اوفر ايت ما بعرف اي فيديو. المهم اسف يا صاحبي، ف اليوم فيديو كولفينج اوفر ايت. طبعا صرت محترف في اللعبة، احترفت اكثر من ابو فلا. فاليوم اشوف لو نوصل اصلا صح ولا تلعب ولا، لانه كتير يعني محطم للقلوب، لانه انا كنت لأكسر الموبايل الحمد لله ما كسرته، بس يخلص التحميل ما بعرف ليش راح المستوى. استنى اوقف الموسيقى. واش انا استراليان ديزاينر نو نو بس كمان اوقف صوت الشخص الكويس. اليوم قررت اقلكم شغله، خلاص حبين وش بالفيديوهات في الفيديوهات القادمه حسب يعني. طبعا ما بعرف اذا اساسا كتير لأ اصور بالمستقبل فيديوهات، لانه بصراحة انا ابو سحبة حاليا ما في عندي العاب كتير. يعني هلا بس في كولفينج اوفر ايت وروبلوكس عندي، وروبلوكس ما رح اقدر العبها لانه خلص ميجاياتي. فيعني حاليا حتى ارجع افعل باقة لا اضل على كولفينج اوفر ايت. لا يا الله اكون لايزي، ايش خلاها هلا هارد؟ لا تعرف شو ما بعرف شو طب اوش بس اتوقع الدقة تكون شوية عالية، لانه حاليا متوفر عندي دقة كويسة. ليتس جو. طبعا هون الشيء ايزي. لا مو ايزي، مو ايزي. لا يا الله عذاب. يعني هلا بعد شوي بفرجيكم السيف اللي انا متطور. يا شباب السيف هذا على اساس سيف يوتيوب على ما اتوقع، كان في سيف تاني انا عامله. السيف الثاني حرفيا لعبان فيه 5 ساعات، وشو يعني كثير طولت فيه وتعلمت فيه كل شغلات. فحاليا انا لو مو السيف الثاني ما كنت لساتني بوت، لو ما بتدرب كنت لساتني بوت. ومبين انه بوت صراحة، حاليا مبين انه بوت. او ماي جاد جاد دايم. نو تعرف اذا وقف الحصان. لا
توتر. Let's go. الله هاي هون المكان مكان أوفر لوصوله صراحة إيزي يعني توصل له صح إنه عديت 5 دقايق حتى وصلت له مع إنه أسرع لاعب في العالم ختمها ب4 دقايق ونص بس يعني لا 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 أبوس البرجان يلا أبو فلة الحمد لله ما طبيت لتحت لا والله طلعت كتير ذكي أبوس كل شيء لا خلاص أطب استنى شوي أوقف الفيديو أوصل لبعض الحجار يعني لمكان القلعة وبرجع صراحة ما عدت أقل من ثانية 5 ثواني وحتى أوقف الفيديو ووصلت لهون أوكي سبعت أبو فلا يعني بصراحة لا 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 أمني لأن لو طيب كان انكسر الموبايل والله إيزي بس أنا ما بعرف ليش كتير يربط بعرف إنه عم تقولوا كيف لا لا اطب المصيبة انه اطب موس كل شي لا Let's go. لا مو let's go. What the hell? منيح الله عليك واخيرا يعني يا شباب احتراف لا تهزونا صرنا خبرة في اللعبة تعال نروح على زحل احنا عليه هم ايوه هنا عادة تكب كم شغلة بس وصلت لعند الهيكل العظمي يعني بس شباب انا هون اكتر شي وصلت له لا بعرف بتقول فعلك بس انا مش اصعب الوصول لهون طليت فوق الشهرين بتدرب
حتى أقدر أوصل لهنا. لا المشكلة هون كتير هارد. لازم تروح على طرف ثلاث مسدسات للأسف، اللي هو الأصعب شيء، لأنه إذا رحت للإيزي ما رح يكون في شيء توصل لبعده. يا شباب على فكرة أنا كتير قريب من ختمة. أتوقع هيك المقطع صار شوي طويل، صار 10 دقايق يعني. كفي لايك واشتراك والسلام للسلاحف الكرام. تشاو.